البرلمان يستجوب وزير الكهرباء والطاقة حول عدد من القضايا المتعلقة بوزارته، ويشكل لجنة للتحقيق حولها. التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل عبد الفتاح غلاب. نتابع. 14 سؤالا تضمنه الاستجواب الذي قدمه عبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب لوزير الكهرباء حول مخالفات شراء عقود الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات. وزير الكهرباء نفى التهم المقدمة من جدبان وأكد أن جميعها عبارة عن تلفيق، لكنه اعترف أن هناك فسادا في وزارته وطالب بمساعدته في إصلاح الفساد. استجواب تضمن الحقائق الناصعة والوثائق الدامغة في 35 صفحة، ولكن مقاطعة الأخ رئيس المجلس ومقاطعة الإخوة في الإصلاح حرصا على أخيهم وصاحبهم ممثلهم في الحكومة حالوا دون أن أبين الحقائق كاملة، ومن ثم اكتفيت بأن أورد بعض القضايا فقط، وإلا فالوثائق الدامغة لدي والله إنها بالآلاف الأوراق. وزير الكهرباء أكد بأنه في حال ثبوت تلك التهم يتم سحب الثقة منه وإحالته إلى النائب العام. اعترف الوزير بأن وزارة الكهرباء رأس الحربة في الفساد، وأنه من حكومة لا أدري قال كنت أوقع بما لا أعلم. هذا يصلح وزير؟ هذا مؤتمن على أموال الأمة؟ هذا وأمثاله ينبغي أن يحاسبوا وأن يحالوا للتحقيق وإلى القضاء. مجلس النواب شكل لجنة مكونة من عدد من الأعضاء للنظر في الاستجواب المقدم، ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ إجراءاته ضد المخالفات إن صحت.